أقام ناشطون في قضاء العلم شرقي صلاح الدين ندوة لوضع الحلول المناسبة بشأن آلية توزيع مادة النفط الأبيض مع حلول موسم الشتاء. وقدم مسؤولو القضاء شرحا عن آلية التوزيع مؤكدين أنها ستحقق العدالة بين المواطنين. بما لا يخفى الجميع ولا يشك أي شخص بأن هناك دائما تكون أزمات في بداية كل موسم صيفي وموسم شتوي من ناحية الوقود، ونحب أن ننوه لأهلنا في قضاء العلم والمحافظة عامة أن هناك أعمال صيانة في محطة وقود الشهيدة أمية، مما أثر على عملية الخزن والتوزيع ومنافذ التوزيع للمواطنين لكونها خرجت خارج الخدمة، وأن القضاء لا يمتلك سوى محطة واحدة حكومية وأربع محطات أهلية، وهذه ضمن جدول مرسوم لدى وزارة النفط والمديرية العامة للتوزيع، حيث أضيفت هذه الحصص المحطة إلى المحطات الأخرى. لكن بعد المسافة من بغداد والوضع الأمني قد يؤثر بعض الأحيان، أو من مخازن الوقود في نينوى أو بيجي قد يؤثر بعض الأحيان على إيصال المنتوج في يوم، لكنه المنتوج متوفر من البنزين والنفط وزيت الغاز. وهناك مشكلة هي عملية إيصال النفط الأبيض إلى المواطن، حيث كان في السابق هناك مؤجرين مستأجرين ناس لديهم آلية تسمى المقطورة، يؤجرها عدد من المواطنين، يأتي صاحب المقطورة بأخذ المنتوج بعد موافقة أهل الحصة والذهاب إلى دورهم. نشكر شباب وناشطين مدينة العلم على دعوتنا لحضور مؤتمر الحلول الجذرية بتوزيع مادة النفط، وأيضا لتوضيح آلية توزيع مادة النفط للمواطنين الذين كان لهم التباس في آلية التجهيز. وهناك يعني أيادي خفية حاولت أن تشوه صورة عملية التجهيز مادة النفط في ناحية العلم، وذلك تم اليوم عقد اجتماع. وحقيقة أنا استجبت لهذه المبادرة الجميلة التي حقيقة لغيارة مدينة العلم، أنهم شباب المدينة، حول توضيح آلية التجهيز وإيصال منتوج النفط الأبيض وفق آلية معتمدة لشركة توزيع المنتجات النفطية وفرع صلاح الدين، وتطبيقها من شعبة توزيع صلاح الدين ووحدة العلم ومحطاتها المنتشرة في القضاء. قدنا هذا اليوم اجتماع في قاعة الفرسان مع شعبة توزيع المنتجات النفطية بحضور أستاذ عمار وأستاذ بسام وعدد من المواطنين والمختارين في المنطقة. مشكلتنا هي آلية النقل بالنسبة للنفط الأبيض اللي كثر الحديث عنها هذا الأسبوع في مواقع التواصل الاجتماعي. هناك تعليمات من وزارة النفط تنص على أن يكون هناك ناقلين معتمدين من قبل الوزارة. وضعنا آلية لهذا الموضوع بالاعتماد على الناقلين وتوزيع الحصص على المحطات الموجودة في ضمن قطاع العلم. إن شاء الله خلال الأسبوع القادم تنحل هذه الأزمة بجهود العاملين في وحدة التوزيع والمواطنين أيضا مساعدين ويانا، وإن شاء الله ماكو ازدحام ويصل النفط الى المواطن باقل الاسعار. روتين الدوله اللي قاعده توزع به النفط والمنتجات النفطيه بطيء، خصصوا ناقلين معتمدين من محافظه صلاح الدين، من قضاء تكريت يوزعون بالعلم. المعتمد اللي يجي من هناك ما يعرف طبيعه المنطقه اللي هو بيها، وصار زخم على المنتجات. فالعالم بدأت تشتكي من هالموضوع هذا، مع العلم احنا محدودين بالبطاقة النفطية انها تسقط للفترة محدودة. والله انا يعني ما قصرت بدعمهم، يعني حقيقة من بداية داعش تنقول لحد هاللحظة انا ايدي وديهم، ما قصرت وياهم. هذه بنزيخانة نموذجية سويتها للعلم، اشغال كثيرة وقفت بيها للعلم، فهذه بسيطة بس يعني لا يسوون زعلوا ويشتكون، لان انا مطلعة على الموضوع. يعني مدير محطة يمشي ويا التنكر وجاء يوزع نفط، يعني أهم خلف الله عليه، مدير فرع يمشي ويوزع نفط بس يراتلها شوية، يعني ما حداش الحق أحد. وبالعكس وزارة النفط تفوق على كل الوزارات بتعاملها بمواقفها بتعبها بجهودها. يعني انتوا جاي تشوفون بنزين من يوم ما تحررت ديارنا لحد الان والضخ موجود،
نفط غاز ما مقصرين يعني والله والله تستاهل من الشعب يعني كتاب شكر وتقدير. الكوبانة 100 لتر اكو بيت بيت 3 كوبانات 4 كوبانات اكو بيت كوبانة وحدة فجاء نجهز والحمد لله وشكر نشكر وحدة العلم التوزيع ونشكر الأستاذ عمار المظهر ونشكر مدير فرع الأستاذ عطا والأستاذ سامر رئيس هيئة ونشكر الأستاذ بسام المجيد على وقفته المشرفة ونشكر الجهود المبذولة لوزارة النفط والمنتجات النفطية